فمثلا في اشياء كثيره في البرايفت في السوبر ما تكلمت عنها لسبب انه انت تحتاج معلومات اخرى عشان تفهم المواضيع المتقدمه في هذا الجانب. فعشان كذا لا تتسرع، انا احاول امشي معاك شويه شويه عشان تفهم المواضيع بشكل صحيح. الان نجي لمين؟ للبروتكتد. طيب بروتكتد، طيب بروتكتد هذا بروتكتد يعني محمي، لكن انا ما يهمني الترجمه الحرفيه. لما لو عندي هنا كلاس، جميل، هذا الكلاس A، وعندي هنا متغيرين او خاصيتين، وهنا two actions. لو انا وضعت هنا وضعت protected، جميل، او وضعت protected هنا، ايش معنى؟ خلينا نرجع للباكيجز. هذه الباكيج قلنا الباكيج اما داخله ملف جافا، يعني مثلا c.java b.java ملفات جافا عادية وباكيج اخرى، وبالشكل هذا زي طريقة نظام المجلدات والملفات. مثلا هنا في باكيج كمان ونزل من هنا، هذا منه باكيج، وبالشكل هذا. البروتكتد اذا حطينا متغير على انه بروتكتد او دالة او ميثود او اتربيوت على انه بروتكتد، ايش معناه؟ معناه يستخدم، لا شو معناه بروتكتد؟ محمي. محمي من مين؟ محمي من اي كلاس او اي مكان باستثناء، باستثناء ايش؟ باستثناء حاجتين، يعني يستخدم في مكانين، يستخدم في مكانين. ايش هي المكانين هذه؟ المكان الاول اي كلاس، اي كلاس مشتق من اي، يعني اذا كان البروتكتد هنا يستخدم بداخل اي سب كلاس، يعني من الكلاسات المشتقة نقدر نستخدمه بداخل الكلاس. اول البرايفت كان حدوده فقط داخل الكلاس نفسه. الان البروتكتد لو عندي كلاس بي، عندي كلاس بي، هذا الكلاس مشتق من A، وعندي مثلا هنا اكس وكان نوع بروتكتد، اقدر استخدمه هنا بداخل الكلاس. فلاحظ بروتكتد اعم من برايفت، اعم من برايفت. فالخطوة الأولى إني أستخدمه بداخل السب كلاسز، يعني جميع الكلاسات المشتقة من A أقدر أستخدم فيها الدالة أو المتغير اللي الأكسس موديفاير تبعهم بروتكتد. طيب والمكان الثاني، المكان الثاني جميع الكلاسات اللي في نفس الباكج اللي فيه له A، اللي في معايا دحين أوضحها. دحين اوضحها. لو عندي باكج اسمها اكس، هذه الباكج بداخلها مثلا باكج ثانيه وباكج ثانيه كذا، وفيها ثلاثه كلاسات A و B و C. الان ال A موجود مين معاه في نفس الباكج؟ الباكج اكس، هم كلهم في باكج B و C، معناته الكلاس B والكلاس C اقدر استخدم بداخلهم اي مثلا جميع البروتكتد اللي موجودين في A، يعني اقدر استدعي من داخلهم. فصار مكانين، اقدر استدعي اي متغير او داله نوعها بروتكتد بداخل السب كلاس وبداخل الكلاسات اللي في نفس الباكج او في نفس المسار. يعني عشان اوضحها بطريقه اخرى، لاحظ معي هذا الكلاس A بداخله بروتكتد، شوف كذا protected int أو integer x. الآن هذا يستخدم في مكانين، طبعا باستثناء اللي هو الكلاس اللي هو بداخله. يعني لو جينا دققنا نلقاها ثلاث أماكن، الكلاس نفسه بنفس طريقة البرايفت، وبعدين الكلاس المشتق، والكلاسات اللي في نفس الباكج، اللي في نفس الباكج. يعني هنا A موجود في باكج x، من الكلاسات اللي موجودة معاه في نفس الباكيج B و C، معناته الانتجر X يستخدم بداخل الكلاسات B و C. فهذه هي الفكرة الأساسية، وحنشوف مثال عشان نوضح الصورة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.